خطة أمنية وتوسعة في مناف الدخول بغداد تعتزمها الداخلية العراقية وقيادة عمليات بغداد لتقليل زخم الشاحنات التي تقف على أبواب العاصمة بانتظار السماح لها بالمرور. نظام جديد تتبعه السلطات الأمنية سيما بعد الإعلان عن استئناف العمل في المنافذ الحدودية. يعني بالتأكيد يمكن أجهزة السونار الكبيرة اللي مخصصة لعملية تفتيش العجلات الأكس راي هذه يعني موجودة، ووجود هذه الأجهزة والمعدات الفنية سوف يسهل عملية التفتيش. يعني على عجلات الحمل عجلات كبيرة، وبالتالي التفتيش اليدوي فيها غير ناجح. بعض الأحيان يتم الاستعانة بالكينان، ولكن بصورة عامة التوجه هو باستخدام الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الفحص. أكو إن شاء الله بعض الملاحظات اللي إحنا شخصناها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، المحافظة، مجلس المحافظة، أمانة بغداد، وبعض الجهات الأخرى مثل طرق الجسور إلى آخره، لغرض تعبيد الطرق الخارجية اللي تؤدي إلى السيطرات الخارجية مثل سيطرة الرسمية وباقي السيطرات. إحنا جادين وخصصنا قوة تراقب سير هذه الشاحنات. سائقو الشاحنات ومستخدمو الطرق السريعة التي تربط المحافظات بالعاصمة لا يزالوا يشتكون من التأخر الحاصل في نقاط التفتيش. يوم كامل قد يمضي بعضهم في التنقل من أطراف العاصمة إلى داخلها. السيطرات والله هي تدري منع وازدحام علينا. هاي من البارحة أنا طالع سونتيت، والله من البارحة تقريبا بالسبعة طالع من النهروان. يعني احنا راح تنفتح هاي عرعره وتنفتح طريبين، احنا يعني لازم يسهلون امرنا. يعني اذا ما سهلوا امرنا يعني الناس راح تقعد يعني على احراجهم بالسيطرات. هيك العالم كلها اللي يبيع سيارته او يبند بيته، فريد تسهيلات امرهم بالسيطرات. نرجو المسؤولين ينتبهون على اللوريات، لان هو ابو الشاحنه هو الكل بالكل بالعراق. يعني هو جايب لك الغذائي، هو جايب لك المواد، هو من كل شيء، هو مشي امرك، فلازم يسهلون امرنا شويه. الداخلية العراقية وقيادة عمليات بغداد شرعت بنصب عجلات الرابسكان في طرق بغداد السريعة تلافيا للزحامات الذي قد يحصل في مداخل بغداد خصوصا للشاحنات. وتتجدد مطالب أصحاب سيارات الحمل بالإسراع في بناء محطات الأوزان سيما وأنهم يستعدون إلى العودة للعمل في التبادل التجاري بين بغداد وعواصم عربية أخرى. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.